نشرة الأخبار رئيسة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم مشاهدين وتتابعون في النشرة. تسليم أول قاطرة محلية الصنع لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات لفائدة مجمع سنطراك، واسم يتجسد وفق الإشهاد العالمي وبمواصفات الأمان والجودة. استعدادا للشان، جاهزية تامة لضمان تأمين الحدث الرياضي القاري. وفي النشرة، رصد لعملية نقل الأنصار عبر المخطط المسطح. ومدينة عنابة تتزين للحدث الكروي بموروثها الثقافي ومقوماتها السياحية. وجبال وهران تستهوي متسلقي المرتفعات. وعشية عودة الطلبة إلى المدرجات، الكشف عن تقليص مجالات التكوين الجامعي مع إدراج الذكاء الاصطناعي. والقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين سيتم تقديمه خلال الشهر الجاري. تحضيرا للاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة ومن بني وارتلام بسطيف، الذكرى تعزز الارتباط بالأرض ومناسبة لجمع شمل العائلات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. والمستهل بالاستعدادات الجارية للحدث الرياضي القاري الشان 2022 والجاهزية التامة لضمان تأمين الحدث الرياضي القاري، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على الإجراءات الأمنية الاستباقية المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من خلال مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، مجهز بآخر التكنولوجيات للمراقبة عن طريق الفيديو. والتفاصيل مع وليد صالح. مراقبة مستمرة وفعالة وعلى مدار 24 ساعة تثمنها كاميرات عالية الدقة من خلال قاعات مجهزة بآخر التقنيات وبتكنولوجيات جد متطورة. تجهيزات وقف عندها اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بمركز القيادة والسيطرة لمديرية العامة للأمن الوطني، حيث اطلع على آخر التحضيرات والاستعدادات لضمان تأمين أمثل للطبعة السابعة لبطولة الشان. واليوم رانا أكثر طمأنينة، والألعاب البطولة الإفريقية ستكون إن شاء الله في على أحسن ما يكون من خلال إذن جاهزية هذه العناصر التي ستؤطرها بالنسبة لقدوم الوفود، بالنسبة للمسالك، بالنسبة لمراكز الإيواء، مراكز يعني على مستوى الملاعب، يعني ما خلت حتى حاجة ما فيهاش تأمين. إذن نحن كلنا اطمئنان من خلال هذه الجاهزية. هذا وأدرجت المديرية العامة للأمن الوطني عبر الولايات الأربعة التي ستستضيف الشان جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية قصد حماية المنتخبات المشاركة وكذا المناصرون. المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت كل الإجراءات والترتيبات الأمنية لضمان سير وتأمين أمثل لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، سواء على الصعيد التنظيمي أو العملياتي. احترافية عالية وجاهزية مستمرة لأفراد الشرطة قصد ضمان الأمن خلال بطولة أفريقيا للاعبين المحليين والسهر على تنظيم حركة المرور. ولتمكين الأنصار من متابعة المباراة الودية بملعب براقي، خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة الجزائر خصصت حافلات لنقل المناصرين، وهذا طيلة منافسات الشان. ولتذكير، التنقل يكون مجانا ذهابا وإيابا باستظهار تذكرة المباراة. التغطية لمحمود جبيلي بقراءة نجوى قريقة. 20 حافلة وضعتها المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر وسط ظروف تنظيمية محكمة لضمان التنقل بأريحية، ووسط ظروف لاقت استحسان المناصرين.
عجبني الحال هكا، تروح في البيس آليز بيان، طوموبيل مقارية ما كاش مشاكل، تنظيم محكم، تنظيم الله يبارك، توفير الحافلات، توفير النقل. وصلوا راهم في المستوى تاعهم، راهم يوصلوا الكرام يجيبوا من الصابلات لهنايا، والحمد لله ما كان حتى مشكل. استقبال كما يقول لك الدخول في المستوى، تغير كبير، هذه مفخرة لنا ومفخرة للجزائر. نفتخروا بالملاعب اللي راهي تشيد ان شاء الله لهذا الشان، وان شاء الله للكوب دافريك ان شاء الله. وصول المناصرين لملعب براقي الجديد كان في ظرف وجيز، وحتى الدخول للملعب كان بطريقة سلسة ومنظمة، حيث قدمت كل التسهيلات من طرف المنظمين. خصصت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه حضري الجزائر العاصمة 20 حافلة على مستوى صابلات، التي ستقوم بنقل أنصار المنتخب الوطني الجزائري في ظروف حسنة وجيدة، وكما ستقوم أيضا نفس الحافلات بإرجاع أنصار المنتخب الوطني إلى نفس النقطة التي انطلقت منها الحافلات. الملعب التحفة بات جاهزا لاستقبال مباريات الشان، كل الأمور ضبطت والموعد مع انطلاق البطولة. تجسيدا للنموذج الاقتصادي الجديد والمبني على دعم جهود تسريع وتيرة التصنيع والارتقاء بالإدماج الوطني وفق مقاربة اقتصادية ناجعة بإشراك مختلف الفاعلين في سلسلة الإنتاج، تسلم اليوم مجمع سونطراك بميناء بوهارون بيتي بازا تسلم أول قاطرة فولاذية محلية الصنع لمرافقة رسو سفن ناقلات المحروقات. العملية أشرف عليها وزراء كل من الطاقة والصناعة والنقل. يقول عبد الجبار بن يحيى: تملحت تتقدم في المحيط وجهة أول قاطرة بحرية فولاذية جزائرية السمع إلى ميناء بجاية. المهمة مرافقة رسو سفن نقل المحروقات ناقلات النفط والغاز في طرفيات الموانئ. هذه السفينة مجهزة بعتاد الجر ذات محركين من 450 حصان بخاري، وعتاد عدد الجر للبواخر المحروقات. الحمد لله جا نهار وين اون ليفري لو باتو، وان شاء الله لا برودكسيون ماريتيم اون جيري ان شاء الله تزيد ديفلوب اكثر من هكا، باسكو اون لي كاباسيتي اون دي انجينيور. يشارك سيد علي في بناء القواطر البحريه كفاءة وقدرة تصنيعية من أجل مواكبة برنامج الدولة في إطار تطوير الصناعة البحرية. ساهمت بنسبة ولو قليلة في أول صناعة أول قاطرة فولاذية الصنع جزائرية الصنع. سلمنا أول قاطرة فولاذية الصنع في هذه الورشة بسواعد جزائرية بكوادر جزائرية وبإمكانيات جزائرية، وهذه القاطرة سلمت إلى مجمع سونطراك، وهي فرع منها استياش، هي فرع لموانئ المحروقات. تتميز هذه القاطرة بخصائص تقنية عالية بعد إدماج الصفائح الفولاذية من النوع البحري من مركب الحجار في تصنيع القاطرتين المتبقيتين. إن تصنيع وتسليم هذه القاطرة ذات طول 14 متر يأتي بعد الاتفاق المتواصل إليه من الطرفين لرفع كل الكوابح التي كانت تعيق تنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن تصنيع وتسليم ثلاث قاطرات بحرية، حيث من المرتقب تسليم القاطرة الثانية نهاية الثلاثي الأول، فيما سيتم تسليم القاطرة الثالثة نهاية الثلاثي الثاني من السنة الحالية. هذه العملية تندرج ضمن سياسة سوناتراك المتعلقة بالترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني، سياسة الحكومة التي سطرت برنامج كبيرا بالنسبة لترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني. مثل هذه التجهيزات في السنوات الماضية كانت تستورد عن طريق مناقشات دولية إلى آخره، ومن الآن فصعيدا سوف تسدى كل التعليمات لعدم اللجوء إلى المناقشات الدولية والعمل مع مؤسسة إيكوريب. صنع في الجزائر واسم يتجسد اليوم بتصنيع القواطر البحرية وفق معايير مكتب الإشهاد العالمي، تضمن الأمن والسلامة والريادة.
والحركية الصناعية في مجال بناء وصيانة سفن الصيد والترفيه تشهد قفزة نوعية، خاصة المصنوعة من الأنياف الزجاجية، وهو حال ولاية جيجل بانخراط الفئات الشبانية في هذا النشاط. عبد الرحيم شمعوني يفصل. داخل هذا الميناء الواقع وسط مدينة جيجل تلعب هذه الورشات المختصة في بناء وإصلاح السفن الخشبية دورا هاما في بعث نشاط الصيد البحري وتوفير الوقت والمال لممتهني الصيد بهذه الولاية الساحلية. احنا هنا اليوم الحمد لله في الجزائر نصنعوا السفن اللي كنا نستوردوها من قبل من الخارج، ولينا اليوم نصنعوا البواخر حتى ل 30 متر. نجبدوا البابور، نكيوه مليح، نشوفوا الحطبة اللي فاسدة اللي ما فاسداش، نعود لها المسمار، نعود لها الكالفاطاج، نسبغوا. كصياد المنتوج ما شاء الله كي يخدم لك يخدم لك من قلبه، ثم ما يضحكش حتى كيحطوها من الخارج، وهي 100% جزائرية. صناعة السفن محليا من بين التحديات التي رفعها هذا المستثمر من خلال توفير كل الخدمات لمختلف أنواع السفن، فضلا عن توفير مناصب شغل للشباب. أنا مستثمر بمئة السفن الخشبية والبوليستان، عندي 22 خدام. هذه الحرفة تورثناها أبن عن جد، رانا نديرو في المجهودات تاعنا باش نزيدو في الإنتاج ونحقو الاكتفاء في مجال السفن. عندي 5 سنين وأنا أخدم في هذا الشونتي وفي الحرفة هذه، والحمد لله رانا نكونو والأمور راهي ماشية. احنا قاعدين نخدمو لهنا نسترزقو الحمد لله خدامين، نخدموا القوارب والسفن فليك صغار. مشاريع بناء السفن إحدى التطورات القوية للنهوض بقطاع الصيد البحري وتطوير الاقتصاد الوطني، بهدف إرساء أسس التعاون المؤسساتي بين الجمارك وقطاع العدالة. تم اليوم بحث الآليات الناجعة لحماية الاقتصاد الوطني من مختلف الجرائم المتعلقة بالجانب المالي وحركة رؤوس الأموال خلال أشغال اللقاء الوطني جمارك عدالة بالعاصمة، كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة. اللقاء حضره كل من وزير المالية إبراهيم كسالي ووسيط الجمهورية مجيد عمور والأمين العام لوزارة العدل والرئيس الأول للمحكمة العليا وإطارات من القطاعين. أملنا كبير أن يكون هذا اللقاء المناسبة أولى تعقبها لقاءات أخرى على المستوى المحلي والمركزي قصد تكريس تواصل دائم بين الجهازين من أجل تنسيق أفضل لمكافحة الجريمة الاقتصادية والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية. إن مراجعة المنظومة التشريعية بما يتماشى والدستور 2020 والتي لا تزال جارية ومنها القوانين ذات الصلة بالنشاط الجمركي ترمي في طياتها إلى الحفاظ على المال العام وأمن وصحة المواطن، فإذا كانت عين الجمارك تسهر على سلامة الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار به، فإن دور السادة القضاة يتجلى في ردع المخالفات الجمركية. جمارك شريك فاعل في محاربة الجريمة الاقتصادية والحد منها وردعها في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، فإن التواصل الدائم بين الجهازين هو ضرورة حتمية، يجب أن تميز العلاقات بينهما عملاً بمبدأ التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. في مجال الاستثمار استفادت ولاية سكيكدا بمحطة متنقلة لتحويل الكهرباء. المحطة تسهم في التخفيف من الضغط أثناء فترات الذروة على كوابل الكهرباء بالمحطات القديمة، وهذا تفاديا للانقطاعات. المزيد مع رضا برمسين. هي محطة متنقلة لتحويل الكهرباء ذات التوتر العالي مع المدخل الشرقي لمدينة سكيكدا، وضعت حيز الخدمة تعزيزا للشبكة الوطنية لإنتاج وتوفير الكهرباء. قامت شركة سونالغاز بوضع حيز الخدمة المحطة الكهربائية المتنقلة 60/10 كيلو فولت عبر الخط الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كيلو فولت، والمنبثق بدوره من محطة تحويل الكهرباء ذو التوتر العالي 400/220 60 كيلو فولت برمضان جمال.
المحطة الجديدة والمنبثقة من المركز الرئيسي سمحت بإنجاز 4 منطلقات بإمكانها جعل 200,000 مواطن في أريحية. هذا الاستثمار سيسمح أولا تغطية وتأمين حاجيات ولاية بطاقة الكهربائية، تحسين نوعية الخدمات وضمان استمراريتها بالخصوص على مستوى مدينة سكيكدة، تأمين تزويد بالكهرباء بين المحطتين القديمة والجديدة، تخفيف العبء أثناء فترات الذروة في الصيف على الكوابل الكهربائية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة. مشروع تعزيز مع بداية العام الجديد جاء لتخفيف العبء أثناء فترات الذروة على كوابل الكهرباء بالمحطات القديمة. وضمن عملية رقمنة قطاع النقل البري، تطبيق محطة خدمة إلكترونية حديثة تدخل حيز الخدمة، تمكن المسافرين من شراء التذاكر عن بعد والتعرف على مختلف الخدمات المرافقة للرحلة. الإجراء الجديد سيسمح بربح الوقت ويخفف من الضغط المسجل على الشبابيك بالمحطة، تقول إقرام قاضي. محطتي تطبيق إلكتروني يسمح للمسافرين بحجز أماكنهم عن بعد، إضافة إلى تتبع مسار رحلتهم الخاصة. دي أبليكاسيون مليحة، يعني تختصر لك الوقت، يعني من داركم تنجم تريزيرفي. تكون ماي باريكزومبل، أنا طلعتها غير البارح، كنت بحرت لي كيفاش الأوقات اللي كاينين في المحطة، تبين لك يعني واش كاين أوقات، تبين لك شحال لي بريتاعهم، نوع تاع الشيفور تاعك، تشوف إذا تساعدك ولا لا. فيها باتروسوفي من الدار ديرك بلا ما تجي لهنايا، وفيها ثاني حاجه مليحه ثاني تاع الا كان السائق يدير مناورات خطيره ولا ريسيفور يدير مشاكل مع الكليون تاعهم ولا تقدر تبلغ عليه. هذا مهم. عصرنة مختلف الخدمات، استراتيجية تعتمدها شركة سوغرال من شأنها تسهيل تنقل المسافرين وتحسين سيرورة العمل عبر كامل المحطات. لي جور باغ اكزومبل لي ويكاند لي فات باغ اكزومبل الغاشي يجي بزاف، الكيشي يكون مكتظ بزاف، بصح مع المحطات هذه المسافر يشري بار انترنت، تسمح لنا اللي يجوا هنا اوليو يجوا باغ اكزومبل 200 في الساعه يوليو يجونا واحد 100 120، ينقص لنا اضعاف الايمان 80 واحد. الميزه الاولى اسواس خطر، وين يقدر الانسان كي يدخل هذا التطبيق كي يكون مسافر ولا كي يكون في الطريق ولا يكون ويلاحظ تجاوز خطير يقدر يبلغ، وحنا بيان على المستوى المركزي هاد التبليغ هذا يروح اكيدو دروا، يروح يعني المصالح المختصه من مديريات النقل والوصايه. الميزه الثانيه حجز المقعد كمرحله اولى، وين المسافر ولا داك الطالب ولا داك الموظف كيكون عن طريق الهاتف ديالو يقدر يخير المقعد اللي يقعد فيه. خدمات إلكترونية جديدة تضاف إلى تطبيق محطتي تهدف إلى ضمان تنقل المسافرين في أريحية كاملة. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري أنه تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي للأساتذة الجامعيين، وسيتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما. جاء هذا خلال فعاليات الندوة الوطنية للجامعات بالعاصمة. بيداري أعلن أيضا عن جملة من الإجراءات لصالح الطلبة، كاشفا أن السنة الجامعية المقبلة ستكون سنة الذكاء الاصطناعي. المزيد مع إنصاف بوخلفة. تقليص ميادين التكوين إلى 5 ميادين بدل 15 ميدان كانت مدرجة لتوجيه حاملي شهادات البكالوريا ليكون التخصص تدريجيا مع اعتماد منهج التعليم على المقاس، إلى جانب إنشاء مدارس عليا جديدة متخصصة واعتماد سنة 2023 سنة الذكاء الاصطناعي. هي الحصيلة المرحلية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. تخفيض عدد الميادين يعني إعطاء إمكانية للطالب خاصة في السنة الأولى لأن يتعرف عن الحياة الجامعية، وسيكون التوجيه توجيها تدريجيا، وبالتالي يكون التوجيه من الجذوع المشتركة الكبيرة هذه المتمثلة في 5 ميادين كبرى نحو الشعبة يكون ناجعا ومفيدا.
كما ستتمتع الجامعة باستقلالية كاملة في إنشاء المسارات التكوينية مع التصرف حسب الحاجة في برمجة عروض جديدة. ووفقا للقرار الوزاري 1275 تم إنشاء 49 حاضنة أعمال داخل المؤسسات الجامعية وتسجيل أكثر من 270 براءة اختراع إلى غاية ديسمبر 2022. حقق من أهداف برنامج الحكومة 83.03%، وهي نسبة تفوق معيار 60%. النتيجة الثانية المهمة وهو التكفل بكل برامج الحكومة، التكفل التام والكامل 100% منذ سبتمبر 2022. كما أكد الوزير أنه قد تم فتح النقاش حول إمكانية إدراج الليسانس المزدوج في بعض التخصصات، وأنه تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي للأساتذة الذي سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة. دوليا، وفي المغرب تواصل العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية حملة انتقادات واسعة لنظام المخزن وصفة إياه بالنظام الفاسد في ظل محاولة تجاوز فضيحته مع البرلمان الأوروبي، وتلقي رشاوي من المغرب وسط تحذير أوروبي للرباط أنه لا إفلات من العقاب. أيده استياء شعبي كبير إزاء تدبير نظام المخزن لمختلف الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وجود حالة كبيرة من عدم الرضا على أداء نظام المخزن. الاستياء الذي رصده استطلاع للرأي يمتد أيضا إلى طريقة تعاطي سلطات المخزن مع المواطن المغربي، يسجل انتكاسة مدوية لعمل المخزن في تدبير الشأن العام الداخلي. ليبقى أبناء المغرب يصارعون واقعا تميزه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، ومواصلة العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية حملة انتقاداتها لحكومة المخزن والفساد الذي أنهك الاقتصاد وجيب المواطن البسيط. وبدل الانشغال بحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وجد نظام المخزن نفسه عالقا في البحث عن مخرج لتجاوز فضيحة رشاوي البرلمان الأوروبي، خاصة بعد تحذير وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الرباط بأنه لا إفلات من العقاب في قضية الفساد، وأنه لا بد من انتظار نتائج التحقيقات الجارية. وضع اجتماعي واقتصادي متردد تزيده فضائح الرشاوي مع الاتحاد الأوروبي والتطبيع مع الكيان الصهيوني قتمة، حيث أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع فضيحة صمت المخزن إزاء اقتحام مسؤول صهيوني المسجد الأقصى. فضيحة صمت المغرب على اقتحام مسؤول في الإدارة الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك الثلاثاء الماضي، وعجز الخارجية المغربية بشكل فظيع عن مجرد إصدار بيان رسمي باسم الدولة المغربية. ويرى المرصد المغربي أن التطبيع أصبح عقيدة سياسية عند وزير الخارجية لدرجة لا يستطيع معها حتى مجرد التعبير عن الرفض المعلن والرسمي لجريمة العدوان الصهيوني على الأقصى المبارك. وفي فلسطين المحتلة أحيا اليوم الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الشهيد بمظاهرات جابت شوارع ومدن الضفة الغربية مرددين فيها شعارات الحرية ومواصلة النضال والتمسك بالأرض والدفاع عن المقدسات، ومنددين بالممارسات الممنهجة للاحتلال الصهيوني الذي يواصل احتجاز جثامين مئات من الشهداء والأسرى في مقابر الأرقام والثلاجات وسط مطالب فلسطينية بتسليمها لأهاليهم لإكرام مثواهم، ومطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين. العودة إلى أخبار الوطن، وفي أخبار الشأن، وفي إطار التحضيرات لمنافسات البطولة تعادل المنتخب الجزائري والغاني لكرة القدم بنتيجة سلبية في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بملعب براقية.
وثنائية العمل والمتعة تتجسد تزامنا مع الحدث القاري، فمن الجهد الرياضي إلى الحركة والاستكشاف، وعليه تتزين مدن وعواصم الوطن لاستقبال الفرق والضيوف. والعينة في النشرة من مدينة عنابة مع رضا برمسين. بقلب مدينة عنابة يجثم الحي العتيق بلاس دارم شاهداً على تاريخ 11 قرناً، ولا يزال عبق الأصالة متأصلاً متجذراً بهذا المكان. هذه المدينة القديمة تاعنا، ولا عايتوا احنا كيما قلت لكم بلاس دارم، ولا في اسمها تما كان عايتوا لبون الحديثة. هي مدينة كان فيها أكثر من 30 معلم إسلامي، بيناتهم مسجد البي ومسجد أبو مروان الشريف. هذا مسجد أبو مروان الشريف يعتبر ثالث أقدم مسجد بشمال إفريقيا. في هذا الشارع البهي ينقلك المكان في جزء من اللحظة إلى عالم سحيق من البساطة والهدوء، هكذا يرى زوار المكان. القعدة فيه مشرحة بزاف، وتحس فيه روح كما الحوايج اللي فيها هكا، تستريح فيها هنا تريح، وزيد يفكرك بالمدينة القديمة. دوما دخلت من المدخل نتاع كيما نقولوا الزنقه هذه، عجبتني الحقيقه. حسيت روحي في المدينه، فهي فيها ميلونج، حسيت الميلونج ما بين المدينه العربيه عندنا في تونس وسيدي بوسعيد. أكلات تقليدية بمذاق أصيل، وقهوة الجزوة التي تحافظ على تقاليد ساكنة بلاس دارم هي أحد أوجه ما يغريك هنا. هذا عملناه لاستقبال السياح اللي يجونا من داخل الوطن ولا خارج الوطن، على خاطر عندنا مشكل كبير سواء في عنبة ولا في ولايات أخرى، تدخل لهذيك الولاية وما تلقاش الأكلة التقليدية. عندنا سياح يجونا أكثر من ولاية وحتى من خارج الوطن. حبيت انا انه مثل لهم مدينه عنابه. مدينه عنابه وش فيها؟ عندنا قهوه الززوه، انه قهوه الززوه معروفه منذ القدم. هنا قلب عنابه النابض منذ قرون، ولم يكتفي سكانه بجعله مرقدا، بل اصر الهاشمي ومن معه على ان يجعلوا الحجاره تنبض حبا لروايه اجمل القصص عن بونا. وتسلق الجبال رياضة ومتعة تستهوي الشباب عشاق المغامرة والاستكشاف. سفيان مقرين رافق شباب نادي فن الباركور بوهران، نتابع. غير بعيد عن كريشتل، البلدة الساحلية الهادئة شرق وهران، يمارس مجموعة من الشباب هوايتهم المفضلة، والتي تجمع بين التسلق الجبلي والتحليق الهوائي والتزحلق في أقل من 30 ثانية بين مرتفعين صخريين. أنا بالنسبة لي بلي هذه إكسبيريونس أو موان ديرها خطرة في حياتك، سيرتو بور أن جون وسبورتيف ويبغي يدير عدة رياضات يمارسهم، دونك إكسبيريونس أو موان ديرها خطرة في حياتك. رياضة التسلق نمارسها مع افراد العائله، توجور نخرجوا اون فامي، سواء غوندوني سواء اسكالاد. اليوم درنا نشاط اللي بزاف ناس تبغيه، اللي هو تيغوليان، وان شاء الله هذا النشاط يتوسع وبزاف ناس يجوا يمارسوه ويستمتعوا به. نشاط الزيبلاين يشرف على تأطيره النادي الرياضي لفن التنقل بوهران، ويلقى شغفا كبيرا حتى لدى فئة الأطفال دون 10 سنوات، والذين يتحلون بالشجاعة وروح المغامرة. غاد ندير التسلق، كنت نشوف كلشي كان يعجبني الحال، فهاد المرة كي غاد ندير غاد نحس روحي نطير، تسب راني في حية شابة. باي باي. زيبلاين هذه درناها في 2022، هو مشروع كان في الذهن تاعنا كبيرا حتى لدى فئة الأطفال دون 10 سنوات، والذين يتحلون بالشجاعة وروح المغامرة. غادي ندير التسلق، كنت نشوف كلشي كان يعجبني الحال، فهاد المرة كي غادي ندير غادي نحس روحي نطير، تسب راني في حية شابة. باي باي. الزيبلاين هذه درناها في 2022، هو مشروع كان في الذهن تاعنا
كمجتمع مدني وكجمعيه رياضيه عندها سنوات، واستطعنا الانجاز نتاعها في 2020. كما راكم تشوفوا هنا كاين لا زيبلاين، ماذا بينا ما نحبسوش غير في الحبل اللي راه هنايا ونزيدوا نوسعوا المشروع نتاعنا اللي هو مشروع رياضي جبلي، وماذا بينا هذه المنطقه هذه في المستقبل القريب ان شاء الله تولي قطب سياحي ورياضي للرياضات الجبليه ويجونا من كل انحاء الوطن. الطبيعة الساحلية والجبلية لبلدة كريشتل تجعل من هذه المنطقة موقعا مناسبا لممارسة مختلف أنواع الرياضات في الهواء الطلق، شرط توفر مزيد من التهيئة ستجعل منها نشاطا اقتصاديا وترفيهيا في نفس الوقت. رياضة ومتعة بكثير من الشجاعة. الآن في المشهد الثقافي، كرمت اليوم جمعية الألفية الثالثة الثقافية بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي ثلاثة أسماء فنية من عمالقة الأغنية البدوية، وهم الشيخ بوطيبة سعيدي، موسى المغراوي، والشيخ زروق سكيكدي، وذلك بحضور وجوه فنية معروفة وأصدقاء وأقارب الفنانين. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة يحمل أكثر من دلالة حسب عادات وتقاليد مختلف ولايات الوطن. العينة في النشرة من بني ورثلان بسطيف، حيث تستبشر الساكنة ما ستجود به الأرض من خيرات. المزيد مع محمد أبي إسماعيل. في عرف أهل المنطقة سقوط أولى حبة الزيتون مؤشر على بدء جني الغلة. هذه العائلة تجتمع لجني الزيتون هنا في أعالي بني ورتلان. لا يزال أهالي المنطقة يحتفظون بتقاليد جغرافية المكان وتاريخه. كم كل سكواس نتسدنس بريباري دازمور نسوي دا كل فامي نتراجي مالات فغل نواشو الكوليج نتسد نسوي دا مرة الخالث الدون تدي بزطوحاني مقرانا نحدي زكوي حدي القط حدي تني طوايا قلع مكوني تسوي شو تساقيا غير مزطوحاني دا نسوي يذنا رزمور باش نلقط داقيا يعني تمجمع اوكي اخا موكا ذي نجمع احد ذا راح ادي زوين احد ذا راح ادي القط حد ذا شدينا ولا دينا ولا شدنا انتش. مباشرة الأعمال الفلاحية مورود يتنقله الناس هنا أبا عن جد، فالزراعة عند محمود لا تكون إلا باستعمال الأدوات التقليدية. مالد نسغر ضيغ الخلاء نقنز وانكم صباح تاك أقليك طلعت تحرات تيت الخدمة النار تجدي سنة أقل المدة 40 سنة كلي تيت الخدمة النار الجدود النار بابا غاكي تيدو فيغ جدي غاكي تيدو فيغ أقلق تين تبع مازال تين تبع إن شاء الله نطلب ثانية قلارو لا فيلا يولي الجنة دي دونا كاينين غادي اللي هو بعد راه غادي تفرم. يناير فرصة لجمع شمل العائلة وتحضير ألذ الأطباق التقليدية في جو يميزه الفرح والأغاني الشعبية أو كما يعرف بإشويقا. ويغاني الجان تتياك شم أضي طعبة بس ديماس ويغاني الجان تتياك شم أضي طعبة بس ديماس. ونختم من بجاية الساحلية حيث سحر الطبيعة يأسر زائريها من السياح. الجولة مع ليندمك. جاية فقايث أو بوجي، مهما اختلفت التسميات والحقب لكنها تعني مدينة تنام على ضفاف المتوسط تحتضن البحر الجبال والغابات. كل شيء يعجبني فيها، وبلادنا شابة هايلة وربي نورها ويطول عمركم كامل. جينا لهنا سي لا بروميير فوا والله يبارك، ما عندي واش نقول. الله يبارك الله يبارك، ناسها مضيافين
كلش عجبني. سي با لا بروميير فوا ان الجيري مي لا بروميير فوا ايسي. ليست المره الاولى التي ازور فيها الجزائر لكنني لاول مره هنا. المنطقه رائعه والبلد اجمل، انصح بزيارته حقا. جو ريكوموند فريمون. بين خضرار الطبيعه وزرقه مياه البحر تنتصب قمه كاب كاربون، تطل على شاطئ زيغوات محاديه لقمه القرود. استكوان باراديزياك الله يبارك، و شاك جور ان شاء الله نزورو بلاصه. اليوم بار اكزومبل كاب كاربون، غدوه بالك نروحو للغورايا، من بعد نروحو بالك بيك دي سانج. سي لا بروميير فوا وي بلاصه يعني شابه، ريان ادير يعني سي ان اوندوا كونسيي بور تو الموند. كاين تما حق تاع ربي، جبال بيان، لي جون سون بري سامبا. بجاية وبمناظرها الخلابة ومواقعها الجميلة جعلتها تستقطب الكثير من الزوار والسياح لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من مؤهلات سياحية طبيعية. نهاية النشرة وتابعتم فيها. تسليم أول قاطرة محلية الصنع لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات لفائدة مجمع سونطراك، واسم يتجسد وفق الشهاد العالمي وبمواصفات الأمان والجودة. استعدادا للشان، جاهزية تامة لضمان تأمين الحدث الرياضي القاري. وفي النشرة رصدنا عملية نقل الأنصار عبر المخطط المسطر. ومدينة عنابة تتزين للحدث الكروي بموروثها الثقافي ومقوماتها السياحية. وجبال وهران تستهوي متسلقي المرتفعات. شية عودة الطلبة إلى المدرجات، الكشف عن تقليص مجالات التكوين الجامعي مع إدراج الذكاء الاصطناعي. والقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين سيتم تقديمه خلال الشهر الجاري. طبعا أيضا وتحضيرا للاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة ومن بني ورتيلان بسطيف، ذكرى تعزز الارتباط بالأرض ومناسبة ل جمع شمل العائلات. نهاية النشرة، كان في الإخراج سمير ملال، رئاسة التحرير نصيرة تومي، تقبلوا تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله.